السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بواحد الفيديو. قبل ما نبدا غنصلي ونسلم على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. ان شاء الله اليوم غادي نهضر لكم على واحد البرود اللي كنت خديته، كنت بينت لكم شحال هادي، كنت بينت لكم على الفيديو ديال الروتين اليومي، كان هو في اخر فيديو. اذا تذكروا هاد الاله هادي اللي فوالا هاد الاله هادي، غنخلي لكم لوليان هنا في لو بيتي اي، وغادي تشوفوا علاش كنهضر باش تعرفوني علاش كنهضر. فكنت خديتها البنات، فاش جربتها كنت ما جربتهاش، غير وريتها لكم قلت لكم غنرد عليكم الاخبار. ففاش جربتها البنات، يلاه الدوره الاولى كنسمع بق، يعني الربيع خزبر ومعدنوس والكرافس ما كملتهمش اصلا، ما بديتهمش. يلاه المره الاولى طرطقات، ما بقاتش خدمت نهائيا. فاتصلت بها قلت لها اختي هاد البرودوي هذا اللي عطيتوني راه ما خدامش ليا، راه دغيا غير بديت بها الخدمه وهي طرطق. كنسمع الصوت بانها حبسات، ما بقاش بغا الدور، عييت ما نورك على هذه اللي تخدم والو ما كدورش، يعني ما كتجاوبش ما كتجاوبش. فصيفطت عاوتاني فاش قلبت لقيت بالي هذيك الموس الاخر اللي قلت لكم راه تيخرج مثلا الجزر ولا الخيار ولا البطاطا ولا اي خضره كيخرجها على شكل دوائر الا بغيتي ديري سلطه. يلاه بغيت نجربها حتى هي، لقيت هذا طار، هذا الموس هذا اللي واحد من هذه المواس هادو طار فوالا. فالبنات اتصلت بها ما كتجاوب، قلت لها اختي سمحي لي بقى عليكم تقليد، انا درت فيكم ثقه، خديت من عندكم برودوي وعطيتوه ليا ما صالحش. فكنتفاجئ بواحد دو جو من بعد، كنتفاجئ بها كتصيفط لي ميساج بانها غادي تبدل لي البرودوي فوالا. انا ما جاوبتهاش، قلت لها باش غتبدل لي البرودوي نفس الكاليتي. ففاش جابت لي البرودوي الثاني البنات، يلاه توصلت بيها، هو هذا الكشف يعني باش توصلت بيها ها كلشي ها سيتي كلشي، توصلت بيه نفس البواطا نفس كلشي نفس البواطا البنات، ما كاينش شي فرق. ولكن كاين فرق ملي قلبت البرودوي لقيت الفرق. الى رجعتوا شويه للفيديو اللي غنخلي لكم هنا في البوتي اي، كانت هاد الزر اللي كنشعلوه به كان هنا، كان هنا كان في اليد هنا، وكان هذا اللي كنشارجيو منه حتى هو كان هنا، كان حدا هنا. غير رجعوا الفيديو ودققوا مزيان، هذا كان هنا وهذا اللي كتشارجيو منه ما كانش هنا، كان هنا فوالا. الكاس هذا اولا هذا البو هذا اولا ما عرفتش نسميه، هذا ما كانش فيه بحال هاد الشريطات، هذا كان سامبل، كان بحالو بحال هكا، بحالو بحال هاد الكاس الاخر اللي تيعطوك اولا هاد الراس فوالا، كان بحال هكا ما كانش فيه هاد الخطيطات. الحاجه الاخرى اللي تفاجات فيها ماشي بحال هذا، بون بحال بحال. الحاجه الاخرى اللي تفاجات فيها ماشي بحال هاد الغطاء، ما كانش عنده نهائيا، ما كانش عند هادي، ما عطاتش الاخرى اللي وصلتني قبل ما كانش عندها هاد الغطاء هذا نهائيا فوالا. الحاجه الاخرى اذا رجعتوا غتلقاو بان عطاتني واحد الملعقه، عطاتني ملعقه كحله بحال الفورشيط، هي فيها فورشيط وكحله وكحله فوالا، ما عطاتني هذه بيضه وغير ملعقه عاديه، يعني سباتول عادي ديال بلاستيك فوالا، وما عطاتنيش معاه هاد الشيء هذه، يمكن عطاتني حتى هي كحله، يمكن ما عطاتنيش هادي، عطاتها لي بيضة وفيها بحال الحرشة شوية من هنا، المهم عطاتها لي بيضة وفيها وشيتا يعني شوية الشعر ديالها واقف قاصح. الأخرى كانت قصيرة، إلا كنتذكر مزيان كانت قصيرة وكحلة فوالا. وهادي كانت عطاتها لي فيها موس، ما عطاتهاش لي بحال هكا،
كان فيها موس ديال الخضار وما عطاتهاش ليا بحال هكا نهائيا. وشارجور اللي باش كنشارجي به هو هو. علاش البنات انا كنوريكم هادشي يعني هادشي كله شنو يعني، بان راه كاينين جوج ديال الكاليتي. هي صيفطات لي المره الاولى كاليتي زيرو شينوا ان كان ولا ما نعرف، مو كاليتي زيرو. فاش انا قلت لها صيفط لها ميساج كنقول لها بان داك الكاليتي اللي صيفطتي لي راه هي انا خصت معكم غير فلوسي يبقى لكم تقليد، يعني هضرت على حقي. فصيفطات لي لي اوريجينال. البنات ردوا البال، الاوريجينال هي هادي، هي هادي. وشوفوا حتى الصوت، الا رجعتوا للفيديو الصوت ديال هادي ماشي الصوت ديال الاخرى نهائيا نهائيا. وكيف قلت لكم باش تعرفوا الحقيقيه من المزوره، هادي كتكون ماشي الا كانت ماشي كاينه هنا، وهادي اللي كنشارجيو منه ما كاينش هنا في الراس يعني في القبضه هنا. والسباتول ما كتكونش بحال هكا بيضه. زياده على هذا الغطاء هذا خص ضروري يكون عطاو لك مع هادي، عرفوها بان. وحتى الا عطاتكم هادي باش كتسدو هاد باش كتسدو هادي ملي كتبغيو مثلا كتخشيو الجزر، الجزر كيولي صغير يعني كيقصار، يعني ضروري خصك تدفعيه بهادي. الا عطاتو ليكم فيه موس هذا عرفوه بانها راها ماشي الاوريجينال مزوره، يعني راه الغش الغش ولا في كل شيء. ردوا البال. وحتى هاد الكتيب اولا هاد الورقه اللي تصيفطك فيها راه حتى هي ما كتشبهش الاخرى كاع نهائيا، لا علاقه لا علاقه نهائيا. ردوا البال البنات، الاوريجينال هي اللي فيها الزر هنا وفيها الشارجور كيتشارج من هنا. وكي قلت لكم فيها هاد المعلقه، فيها هاد يعني هادشي، فيها هادشي اللي ما لقيتوش فيها هادشي راه ماشي الاوريجينال. وهذه ثقيله بعدا على الاخرى، هذا الموس ثقيل. انا عاقله الاخر كان خفيف بحال شي ريشه، هذا كنحس به ثقيل مقارنه مع الاخرى. دونك ردوا البال البنات، انا بغيت غير ننصحكم لان انا وقعت في مشكل اوغوزمون صلحوا معايا الغلط، يعني عطاوني المره الاولى كاليتي زيرو وبغاو يشوفوا واش يعني غدوز ولا ما غدوش. ملي شافوني هضرت على حقي فبغاو لانني قلت لهم وقع لكم تقليد، فخافوا يمكن من التقليد وبدلوا لي البرودوي بالاوريجينال. فوالا فوالا هادشي اللي كاين. فردوا البال البنات مزيان، انا ما غنوريكمش لاباج باش حتى وحده فيكم ما توقع في المشكل اللي وقعت فيه انا. غير ردوا البال، انا بغيت نشارككم الحوايج اللي الفرق بين الاوريجينال وبين المزور. هادشي كاين بلا ما نطول عليكم البنات، هذا هو هادشي اللي كاين اللي بغيت نشرح لكم. فوالا تو سامبلومون، كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم. الى عجبتكم كيما العاده لايك كومونتير، بيزو بيزو، يلا بروشين.